السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم حبيباتي، كي دايرين مع صحابي؟ خير ولا خير؟ اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نوجد معكم واحد البسبوسة اللي كتجي زوينة بزاف بزاف، مع العلم أنه أول مرة غادي نعملها. كانوا عندي واحد زوج ديال البيض ديال البيض في الثلاجة، قلت علاش لا ما نعملش بهم بسبوسة اللي هي ديالي 100%. عملت فيها زوج ديال بيض البيض اللي كان شايط عندي، وغادي نضيف فيها كذلك، انا كنعبر بهذا الكاس هذا صغير، انتم ما تعبروا بكاس العنبه، يعني نص كاس العنبه ديال السكر، وغادي نضيف لها كذلك واحد الكيس ديال السكر فانيليا. يمكن لكم تنكوها باي حاجه بغيتوا، سواء لي زيست ديال البرتقال او الليمون الحامض، انا اكتفيت بالفانيليا. غادي ندرب المكونات جيدا مع بعضهم البعض. صدقوني هاد البسبوسه كتجي هائله، غتشوفوا معايا في الاخر كيفاش كتجي، كتجي زوينه بزاف بزاف، واللوغو ديالها شي حاجه طوب، يعني مختلفه على البسبوسات اللي صوبت معكم من قبل. غادي نضيف لها كذلك عندي هنايا كيف كتشوفوا، دائما غادي تعبروا بالكاس ديال العنبه، يعني لا داعي انني نبقى نذكر لكم كل مره. غادي تعبروا واحد نص كاس، اولا نتوما غتعملوا 3 د المعالق كبار، عبروا ب 3 د المعالق كبار ديال الزيت النباتي. غادي نعمل من طبيعه الحال واحد الرشه الملح اللي هي ضروريه في يعني في الحلويات ديالنا كاملين، وغادي نضيف واحد نصف كاس ديال عنبه ليمون البرتقال اللي عصرته في العصاره عادي وصفيته، ويمكن لكم ما تصفيوش كاع ماشي مشكل. القياس اللي عطيتكم هنا ديال السكر راه كافي، ما كاينلاش ديروها حلوه بلا قياس. وغادي نضيف كذلك واحد نصف كاس ديال العنبه ديال الحليب اللي عادي، ما دفيتو ما والو، حليب عادي يعني بارد عادي. غادي نحرك المكونات مع بعضها البعض جيدا باش يعني تخلطوا لي السكر يذوب ويذوب كلشي داكشي اللي كاين وينسجم مع بعضه البعض. وغادي نبدا نضيف السميد، هنايا السميده عندي ديال الحرشه سميده رقيقه. غادي نضيف جوج الكؤوس ديال العنبه من السميد الرقيق، غتعبروا جوج الكؤوس ديال العنبه، ومع التحريك من طبيعه الحال انا كنضيف السميد وكنحرك. فهاد البسبوسه هادي ماشي ضروري تعملوا جوج الكؤوس كاملين ديال السميد، كاس واحد لا عندكم راه كافي، يكون عامر مزيان مزيان، راه كاس واحد السميد كافي. الا بغيتوها تجيكم شويه خفيفه عملوا كاس واحد ديال السميده، بغيتوها تجي شويه ثقيله عملوا جوج الكؤوس ديال السميده. وغادي نضيف كذلك واحد القياس ديال واحد جوج المعالق كبار ديال الدقيق الابيض اللي عندي ديجا منخول، صافي غادي نصبو حتى هو، وغادي نحرك مزيان مزيان. وفي المرحله الاخيره غادي نضيف هنايا عندي الخميره الكيماويه، غادي نضيف يعني واحد ساشي من فئه 8 غرام، ونضيف ملعقه صغيره معاه، بحال غادي تعملوا خميره الكيماويه ساشي ونص. غادي نحركوا مزيان مزيان المكونات غير بالطراب اليدوي دائما حتى تنسجم لي العناصر كلها مع بعضها البعض. وغادي نخلي هذا الخليط ديالي المده ديال واحد الخمسة ديال الدقائق حتى يتشرب لي المكونات كامله وما غاديش يبقى خفيف. هنايا كيف كتلاحظ
صافي كيف كتشوفوا معايا بعد ما خلطنا المكونات كامله غادي نصبها في واحد المول اللي غادي يكون مدهون بالزيت ورشيته كذلك بالسميد وندخلوا البسبوسه ديالنا طيب على درجه حراره 180 وطيب من تحت هو الاول عاد الفوق. وبعد ما كتحمر كنحصل عليها بهذا الشكل هذا لون ذهبي. انا ما غاديش نسقيها، انتم يمكن لكم تسقيوها تعملوا لها السيرو اللي عباره عن السكر والماء وكاس من البرتقال. انا صافي لان عملت فيها البرتقال والحليب جاتني بانها هي هذيك، لسقيتها غادي غير تجي يعني رخوه اكثر من القياس. صافي خديت غير العسل عندي اللي متوفر عندي في البيت وخديت سباتيل وبديت كندهن العسل وهي في المول ديالها، كندهنها بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا جيدا، لبستها بالعسل مزيان مزيان يعني من الجوانب من الوسط من كل جهه. من طبيعه الحال كتخليوها حتى كدفى شويه عاد كدهنوا ليها العسل. ولا كنتو غادي تسقيوها بالسيرو، داك السيرو كان خصو يكون تكون البسبوسه ديالكم بارده والسيرو يكون يعني دافي باش تشربوا مزيان. صافي في المرحله الاخيره غادي ناخد عندي هنايا واحد شويه ديال اللوز ايفيلي، عندي اللوز ايفيلي وعندي كذلك الكوك غادي نزين بهم بزوج. اللوز ايفيلي انا ما بقيتش كنحمره بصراحه، كيجي لا في الكاطو ولا في البسبوسه كيف ما كنشريه كنستعملو كيجي لذيذ بزاف بزاف، احسن من انكم تحمروه كيتبدل اللوغو ديالو الصراحه. صافي غادي نرشها باللوز ايفيلي من الفوق ونولي نرشها عاود بالكوك، كتجي عاطيه واحد اللوغو زوين بزاف بزاف. وانتم كتعرفوا بان ملي كطيح لبالكم واحد الفكره وكتنوضوا تجربوها اولا كتعملوها راه كتجي شي حاجه لذيذه طوب طوب، احسن من الحاجه اللي كتكونوا موجدين ليها. انتم يمكن لكم تزينوا باي حاجه متوفر عندكم سواء الكوك ولا تزينوها من الفوق غير بالبليزيست ديال البرتقال، صافي تكتفيوا به. وعوض العسل ممكن تعملوا الكونفيتير. صافي ها انتم شفتوا معايا رشيتها بواحد الرشه خفيفه ديال الكوك. وهاد المكونات اللي عدلت بهم هاد البسبوسه راه متوفرين في كل بيت، وفي بعض الاحيان الناس كيبقى عندهم كيبقى زعما كيبقى عندكم في بعض الاحيان البيض البيض ما كتعرفوش ما ديريو به، ولا كيكون الكوك كيكون كلشي. صافي غادي نخليها شويه تبرد في المول ديالها، ومن بعد غادي نقطع معاكم واحد المورسو باش تشوفوا كيفاش كتجي من الوسط. عرفتي راه هشيشه بزاف بزاف لواحد الدرجه ما تصوروهاش، كتجي هشيشه رطبه كتذوب في الفم. ولا بغيتوها تجيكم خفيفه اكثر راه قلت لكم انكم يمكن لكم تنقصوا من السميد عوض جوج الكؤوس تعملوا كاس واحد. صافي غادي نقطعها على 6. المول اللي عندي هنايا راه غير صغير ماشي مول كبير يعني موين. في الاول كنت الا بغيتو تزولوها من المول غتاخذوا واحد السكين وتدوزوا على الجوانب ديال البسبوسه ديالكم باش تطلق لكم من هذاك المول ما تبقاش لاصقه فيه. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كتجي، حتى هذاك العسل عطاها واحد النكهه واحد لوغو يعني زوين بزاف بزاف مع اللوز ايفيلي والكوك. وفيها المذاق من طبيعه الحال ديال البرتقال، شي حاجه طوب طوب طوب، كنصحكم انكم تجربوها غادي تعجبكم ومن طبيعه الحال غتعجب وليداتكم. ماشي بريريت ديال اتاي طبعا ما نعاودش ليكم، غادي تعجبكم بلا قياس اكثر مني غتعجبكم. صافي كانت هذه هي البسبوسه ديالنا ديال اليوم، كنقول لكم صحه وراحه، ما تنساوش دعمي بلي لايك، تشتركوا في قناه نبيله استريلا، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله باذن الله
شي فيديو قادم، فيديو جديد اللي غادي ينال اعجابكم من طبيعه الحال. ما تنساوش تجربوا هاد البسبوسه لوليداتكم وتدعيوا معايا لانها فعلا كتجي لذيذه وزوينه بزاف بزاف. وكنقول لكم صحه وراحه. مع السلامه احبابي، دمتم بخير والى اللقاء.